بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 24 في دورة الترجمة من الإنجليزية إلى العربية. في هذا التمرين كما اعتدنا من قبل سنبدأ أولا بتصحيح الأخطاء في المعلومات، وبعد ذلك ننتقل إلى الكلمات والأمور اللغوية. الخطأ الأول يعتمد، apply ليست لا تعني يعتمد إنما تعني يطبق، فيجب إذن الانتباه إلى هذه الكلمات. tools لا تعني قوانين إنما تعني أدوات. الأخ الكريم المتدرب انتبه إلى الكلمات، لا يجوز لك أن تغيرها أبدا لأنها ستغير المعنى وستخرج عن النص. كلمة manner صحيحة هي أساليب لكنها مفرد، فيجب أن تكون أسلوب وليس جمع. إذن لا يجوز تغيير المفرد إلى جمع والجمع المفرد إلا في بعض الحالات، ذكرنا ذلك في دروس سابقة ونرجو الاهتمام بها. نتابع الآن في التصحيح. كما قلنا نصحح فقط الأخطاء الجوهرية. في المكان المناسب هي ليست صحيحة، لأن a better place أو good place لا تعني المكان المناسب، إنما تعني أنهم مستعدون جاهزون. التجاوب هي كلمة غير صحيحة لكلمة respond، إنما هي المقصود فيها الاستجابة، فيجب أن ننتبه إلى هذه الكلمات وفروقات بينها. هناك خلط في خطأ في كلمة often، أغلب، يعني هي ليست أغلب الحالات إنما في أغلب الأحيان، فإذا التي غالبا ما تكون حساسة. أيضا كلمة sensitive كانت مترجمة بطريقة خاطئة. cases لا تعني هنا حالات إنما تعني قضايا، لأن نتعامل مع قضايا قد تصل إلى المحاكم. involve لا تعني تحتوي إنما تعني تتضمن أو ينطوي عليها شيء من هذا القبيل. إذن الأخ الكريم انتبه إلى الكلمات وترجمتها. لدينا خطأ كبير جدا في كلمة potential victims، ليست تعني أبدا ضحايا جرائم إنما تعني ضحايا محتملين، فلا تعني يعني potential victims لا تعني الجرائم الخفية، فننتبه إلى هذه الكلمات. ننتقل إلى بقية النص. أنا فقط لا أصلح أشياء لغوية، أصلح فقط الأشياء الأساسية، بعد ذلك سننتقل إلى اللغة. غير القانونية، غير صحيحة هذه الترجمة لأنها قانونية، هذه الشركات قانونية لكنها غير ممتثلة للتعليمات، غير ممتثلة للأنظمة، غير ممتثلة للقوانين، لكنها قانونية، مؤسسة قانونية. لتصحيح تجاوزاتهم عن طريق إصدار بلاغ سابق، لدينا مشكلة في بلاغ، فnotifications يعني إس جمع، لا يجوز ترجمة الجمع إلى مفرد إلا لأسباب معينة. prosecution هنا كلمة خاطئة تماما، وهي مقصود فيها الملاحقة القضائية وليس معناها investigation التحقيق. إذا لدينا في هذه الفقرة على ما يبدو أخطاء كثيرة جدا بالنسبة لترجمة المعنى. consult لا تعني أبدا يستشير هنا، إنما تعني يقدم المشورة، فالمفتش يذهب إلى المؤسسة ويقدم لهم المشورة وليس يستشيرهم في شيء. خلال العمل ليست process معناها عمل، إنما العملية والمقصود فيها هنا التفتيش. involving ليست مشاركة إنما إشراك، مشاركة معناها participating in something. ممارسة جيدة، نعم الممارسة الجيدة باللغة العربية نتحدث الممارسات الجيدة، فهي مستثناة من هذه القاعدة، لا نقول good practices يعني ممارسات جيدة، لا نقولها ممارسة جيدة، هي الممارسات الجيدة. مع الانتباه أننا حرف الهاء خطأ في هذه الكلمة، المفروض تكون تاء مربوطة. فعلى كل حال هذا الاتجاه يعتمد على تعميم محاربة العمل القسري مع وظائف تفتيش العمل الحالية، طبعا هي خاطئة تماما. It is therefore recommended، وبذلك يوصى بشيء معين، يوصى، وبذلك نحن نوصي بهذا الشيء، يوصى بهذا الشيء. الرجاء الانتباه لهذه الأشياء وتصحيحها. تم توضيحه، تحدثنا في دروس سابقة على خطائها، لا يجوز عمل ذلك. بالنسبة للاتفاقيات، هي اسمها اتفاقيات منظمات العمل، منظمة العمل الدولية، نكتبها هكذا. بناء يعني من الأخطاء اللغوية لا نضع الألف بعد حرف الهمزة. monitor لا تعني توجيه إنما تعني رصد. capacity building لا تعني تطوير القدرة إنما بناء القدرات، فواضح أنها مقصود رصد ما يحدث في الميدان، يعني هذا المقصود فيه.
laws لا تعني تعليمات وإنما تعني القوانين. انتبه إذن، لا يجوز تغيير الكلمات إلا لسبب. يعني كلمة sufficient معناها كافي وليس معناها يعني ملائم. law enforcement معناها إنفاذ القانون وليس تطبيق القانون، مع أنها يعني نوعا ما صحيحة، لكن الكلمة الدارجة أو المصطلح الدارج هو إنفاذ القانون. لا يوجد الطبيعة القاسية، غير موجودة هذه الكلمة في الأصل. very nature جوهر العمل القسري. لا نحب التقديم والتأخير إلا لسبب، هنا لا داعي لوجود كلمة مؤسسية ثم سياسية، سياسية ومؤسسية لا داعي لتغيير ترتيبهما. وما زلنا نبحث فقط عن الأشياء المغلوطة يعني في نقلة المعنى. التوكيل من مفتشو العمل، هي مفتشي العمل طبعا، تفويض mandate معناها تفويض وليس توكيل، ونقول من مفتشي العمل وليس من مفتشو العمل، يعني جار مجرور. identify ليس معناها الوصول إنما معناها تحديد. نلاحظ أن هناك أخطاء مطبعية في نتمنى عدم وجودها في التمارين القادمة إن شاء الله. القسرية تحتاج الهاء إلى تاء مربوطة وليست هاء، على كل حال سوف نصححها. due to ليست معناها نسبة إلى، إنما بسبب. due to معناها بسبب. إذا هذا هو النص الذي ترجم، وصلحنا الآن التصحيحات اللازمة من ناحية نقل المعنى. نستطيع أن ننتقل إلى المستوى الآخر من التصحيح، وهو تصحيح الأخطاء اللغوية والأسلوبية. سوف ننسخ النص كما هو، نضعه في نص جديد. والآن سوف نجد. أول شيء نقول بمقدور مفتشي العمل أن يطبقوا عددا. نضع تنوين النصب رجاء، هذا من إحدى أهم الأشياء في اللغة العربية، وضع تنوين النصب بالمكان المناسب. هنا الآن وضع شيء تفسيري، ويمكنهم استخدام سلطتهم التقديرية، تفسير، طريقة تفسيرية، hermeneutic translation، لكي نحافظ على الأسلوب. وكل ذلك حسب، كل هذا على حدة، يعني حسب الحال التي يواجهونها. أوكي، إذا كل حالة على حدة يواجهونها في مكان العمل. يعني لا يوجد خطأ بكلمة يواجهونها، مع أن الكمبيوتر يقول هناك خطأ. فمن شأن ذلك أن يجعلهم مستعدين للاستجابة فعالية للقضايا. ومثال على ذلك، لاحظوا أننا نستخدم حروف الربط بين الجمل. المؤسسات هي ليست المشاريع طبعا. notifications هو في كلمات قانونية معناها إشعار أو إنذار. نفضل أن نضع الكلمتين، لماذا؟ لأن هناك فعلا إشعار وهناك إنذار بالقانون العربي يعني، فلذلك نفضل أن تجد notifications إشعار وإنذار. همزة الوصل والقطع ننتبه إليها، اتجاه همزة وصل وليس قطع. within معناها ضمن وليس مع بالمناسبة. ننتبه إلى التنوين مرة أخرى. موضح،
أو توضحه اتفاقات يعني. هنا في هذه الجملة الآن نجد أن الجملة السابقة تقول يفضل الاعتماد على المفتشين الحاليين وليس إنشاء شيء جديد. الجملة الثانية هنا إذا قرأناها نجد أنها تتحدث عن شيء معاكس، يعني في بعض الحالات قد نضطر إلى إحداث يعني مؤسسات جديدة. هذا التعارض يجب علينا أن نعبر عليه من خلال بعض الكلمات الخاصة بالتعارض بين الجمل، لكن طبيعة العمل القسري يعني هنا من أجل أن نبين أن هناك استثناء للقاعدة، أنه الأولى التي قلنا يجب أن تكون من ضمن المؤسسة الحالية وليس من خلال بناء مؤسسة أخرى. عادة نستخدم باللغة العربية نقول تخصيص الموارد، الموارد تأتي معناها كلمة تخصيص، ونقول رفد الموظفين، يعني رفد وتخصيص الموارد رفد الموظفين، رفد المؤسسة بالموظفين. نتابع التصحيحات الآن اللغوية بعضها وبعضها. بدل أن تقول رؤية محددة نقول محدودية الرؤية، باللغة العربية أفضل. عمليا الآن نكون قد انتهينا من تصحيح هذه المادة. نتمنى لكم الفائدة ونلقاكم في درس قريب إن شاء الله رب العالمين. يعني التصحيحات الأخيرة الآن، الرتوش الأخيرة نضعها. نتمنى أن نراكم في دروس قادمة إن شاء الله، تابعونا في هذه الدروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.